الفنانة شيرين زعلانة من اسمها الحي. ظهرت الفنانة الكبيرة شيرين مع الإعلامي عمرو الليثي واتكلمت عن اسمها الحي، وقالت أنا كنت زعلانة جدا من بابا إن هو سماني اسم أشجان، وكنت متضايقة جدا إن في المدرسة كان في بنات كتير بتتريق عليا بسبب اسمي، لكن لما دخلت الفن قررت ان انا لازم اغير اسمي. وانا كنت بحب اسم شيرين جدا، فحسيت ان هو اقرب اسم ليا ولايق عليا جدا. ومن هنا بدأ الناس تعرف الفنانة شيرين باسمها شيرين وليس باسمها الحقيقي أشجان. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.